مرحبا ترحيب البدو بسيه اعداد ما هبت هبوب عدية اصبر شوي خلني ابقع وجه ذا ما يخسل انت الحين بوريك يا حول يا اخوي شكلكم مطولين انتم تبون شيء من اي بي ابطلب اثقال جديده اي بالله تكفى يا دقمي هل لقيت لنا ميداليه فيها صوره هوكن هوغان هاتا تحذير من يلبس هذه البدلة يطير يلا عالنص بعد ابقى الدقمي هذا وين راح شكله راح يلعب بدلة الورعان اللي شراها صدق خبل كبور انت الحين ليش ما تتزوج انا لازم ازوجك انت قبل مو انت اختي ولا تبين اتزوج وتقعدين في سبدي انا وزوجتي ياني سيهي وش ذا سوبرمان سوبرمان هنا سوبرمان سوبرمان لازم ازهمه انقذني يا سوبرمان ابك انقذني يا سوبرمان انقذني هاي خدمه يا الحبيب قومني بالله شكرا يا سوبرمان شكرا يا سوبرمان والله لازم انت جودي انقذني سهي وامس كان فيه ذيابه محتاج زرائف مغاره واسمع اللي يقول انقذني يا سوبرمان والله واجيك واتبع الصوت والقى الذيابه واخذهم كل ابوهم مع ذيلهم واوديهم الحديقه اللي جنبنا والله ويدك على الدفاع المدني قالوا بسرعه يا تركمي نبى فزعتك في شاحنه متعلقه بالجسر المعلق وما نقدر نحركها تطيح في سواقه والله واروح واسحب الشاحنه وعدلت الحديد اللي منعوج فيها والبارح دقوا على الدوريات في حرمية سرقن صيدلية وهجوا قلت ازهلوها اعطوني بس مواصفات السيارة حقتهم وبدر ربع ساعة وانا اللي مكتفهم وجايبهم لكم القسم خلاص يا ابن الحلال تراكد وقتنا وصجيتنا اهبيه وجهه انت ما تمل انت بكل شوي طابر الفحلوق هذا انا سويت من زينك عاد انت ولبسك اعجل بس اسر ورا الصغيرون هذا على البنطلون وش ذا الحسد حتى الاخو ما يبي اخوه يصير سوبرمان سوبرمان من اللي ناديني انا اللي ناديني
فك جراح يد قمي. بس يا من عدت وياه فضحتونا عند العرب انتم خلقينكم. والله ما جيتوا يا جيل، لا اضرب الواحد بالدبس الان ينتفخ. ايه اباكم كذيه، لا عاد اشوفكم تكامخون علي. سمعت سمطان عمرك.